طمنت على اخوكي؟ قومي بقى عشان نكمل حوارنا. قومي! انت عايز تكمل اللي انت قلته لجابر؟ قول انا سامعاك. لا، ده انا بقى اللي عايز اسمع مهرة هانم ابو الليل بنت الاصول اللي راحت تقابل واد رد سجون من ورايا. انت نسيت ان انت متجوزة ولا ايه؟ لا، انت ناسي ان انا اللي خلعته، وناسي كمان ان انا اللي جيت لك عشان نتجوز. فاكر انا النمرة دي؟ فاكر المصلحة اللي اتعملت عليها؟ جيت عشان تتجوزيني عشان تخلصي من الواد رد السجون، وبالمرة تكتبي الواد باسمي، مش كده؟ هي بقت كده؟ الحوار كله اتلخص في المصلحة، ملهاش تفسير تاني. ردي عليا، قابلت الواد ده ازاي وليه؟ طارق اللي راح له، وهو كلمني قال لي اخوكي مرمي في الشارع، اروح لاخويا ولا اسيبه؟ تقوليلي، لانك على ذمة دكر، ودكر من بولاه، يعني هو اللي يتصدر مش انتي. الا اخواتي، انت عمرك ما اهتميت بيهم. انا عمري ما اهتميت باخواتك؟ ايوه، انت عارف كويس ان لولي بتشرب خمره من الازايز بتاعتك في الفيلا هنا، وان طارق مدمن وبيسرقني، وكل ده انت ما عملتش حاجه. عايزني انا كمان ما اعملش؟ كل الهري ده ما يلزمنيش، انا اللي يلزمني حاجه واحده بس، الحكايه الاصليه اللي احنا فيها. اللي هي ايه؟ جابر. ماله جابر؟ عشان تروحي تقابليه في مكان زي ده، ده معناه ان انتوا اتكلمتوا في التليفون واتفقتوا على المكان والزمان. ايه؟ عايزاني اعديها لك عادي دي؟ انت بتشك فيا؟ حقي، انت مراتي، يعني اشك فيكي زي ما انا عايز. بس انا اللي غلطان ان في يوم من الايام فكرت ان انا اتجوز واحده بنت. اخرس! انا مهر يا زيدان، لو انت ناسي انا بقى هفكرك. انت اتجوزتني عشان انا دمي حر، وخلي بالك اللي انت بتعمله دلوقتي ده كافي قوي يبعدني عنك. ما نبعد عن بعض. هو انت كل شويه هتهدديني؟ ردي على ام سؤالي، ايه اللي يخليكي تروحي تقابلي واد زي ده من ورا جوزك؟ ماشي يا زيدان، مش انت بتشك فيا انا؟ طب روح شوف مراتك بنت البشوات بتعمل ايه. بقول لك يا بت، نمر النسوان البلدي دي انا حافظها صم. عايزه تشككيني في مراتي عشان تخلعي من البلوه اللي انت عاملاها. لا، البلوه بقى اللي بجد. يعني ايه شحنة اتصدرت؟ اكيد في خاين هو اللي بلغ الجمارك. هو في ايه؟ مفيش شحنة اتصدرت ولا حاجة. الله، ايه اللي خلاك تجيبني على بلا وش الفجر كده؟